افكار الافطار الصائم وبتبدا من 10 جنيه، تقدر تعملوها انت واصحابك باقل التكاليف. وهقول لك دلوقتي فكرتين في سلسله الاطعام بتاع كل جمعه. اول واحده وهي الحله الواحده، ممكن تعملها في البيت على الفطار لنفسك عادي. حله نحط حته زبده صغيره وزيت عربيه فيرنا، ننزل بقى باللحمه نديها صدمه، عليهم شويه قرفه وورق رورة صحيح، واول لما اللحمه تاخد لون حلو كده ننزل عليهم لكل بصلايه بكيلو لحمه. التوابل بتاعتنا بزغ خالص، هو الملح والفلفل والكزبر، ولو عايز تحط توابل لحمه عادي، صويا صوص اختياري، بعد كده لغوص جزرايه مطمية لكل كيلو ويكونوا مبشورين كويس. وسبتهم حوالي ربع ساعة على النار، بعد كده نزلت عليهم مية بتغلي. بعد كده لما حسيت ان هم خلاص استووا نزلت عليهم بالرز بتاعنا ونوطي عليهم بقى النار بعد ما يغلوا، وكده كبسة الحلة الواحدة بتبقى سهلة قوي. الفكرة التانية، جبت كيس الاكياس ده بحوالي 30 جنيه في 100، وجبت اي نوع علبة بلح، اهم حاجة جيب النوع اللي انت بتحبه. وبدأت احط في كل كيس 3 بلحات، ولو معاك التكلفة كويسة شوية انت واصحابك ممكن تحط كيس مية او ازازة عصير. طبعا ما تنساش شيرك اسمم غيرك، ولو عندك اي فكرة زي الافكار دي ما تنساش تقول لنا.